الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. شكري من الرياض، رفض مصر الكامل للتدخل في الشؤون العربية. وزير إسرائيلي يشيد بمفتي السعودية ويدعوه لزيارة تل أبيب. البنك المركزي يسدد ملياري دولار لبنوك دولية. حلوة المولد بالتقسيط. وإليكم تفاصيل النشرة. تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الزامبي إدغار لونغو بقصر الاتحادية، مشيرا إلى أهمية تشجيع المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية. هذا وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وتعزيز العمل المشترك والمضي قدما في جهود الاندماج والتكامل الإفريقي وتعظيم الاستفادة من التجمعات الإفريقية القائمة، ومنها تجمع الكوميسا الذي تنتمي إليه البلدين. من جانبه أشاد الرئيس الزامبي بالدور الذي تلعبه مصر في إطار جهود الاستقرار والسلام بالمنطقة، معربا عن تطلع بلاده لأن تكون لإفريقيا أكثر من مقعد بمجلس الأمن. ولقد تباحثت اليوم مع أخ الرئيس لونغو بشأن تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وسبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، حيث اتفقنا على أهمية تكثيف الجهود معا والاستمرار في التنسيق والتشاور لما فيه صالح قارتنا الإفريقية، كما اتفقنا على أهمية المضي قدما في تفعيل جهود الاندماج والتكامل الإفريقي بخطى عملية ثابتة تحقيقا لأجندة التنمية 2063، فضلا عن تعظيم الاستفادة من التجمعات الإقليمية الإفريقية القائمة ومنها تجمع الكوميسا الذي تنتمي إليه كل من مصر وزامبيا. رفض مصر الكامل للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي، هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في ختام جولته العربية، وذلك في إشارة للسياسات الإيرانية بالمنطقة. وشدد الجانبان على أن استقرار ورخاء كل من مصر والسعودية هو صمام الأمان للمنطقة العربية بأسرها، فيما أكد شكري على دعم القاهرة للرياض في مواجهة التحديات، مشيرا إلى موقف مصر الثابت بشأن أهمية الحفاظ على التضامن العربي ودعم مصر لأمن واستقرار منطقة الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري. أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرة بمفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ بعد فتواه الأخيرة المتعلقة بعدم جواز قتال إسرائيل وكون حركة حماس تنظيما إرهابيا. وفي تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه على تويتر، أشاد بفتوى الشيخ بأن تظاهرات القائمة في الأقصى غوغائية، مشيرا إلى إمكانية التحالف مع الجيش الإسرائيلي للقضاء على حزب الله اللبناني. ودعا الوزير الشيخ لزيارة إسرائيل مؤكدا أنه سيقابل باحترام وعلى مستوى رفيع. الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالية، هذا ما شدد عليه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال المراحل الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذ إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني، مطالبا العناصر المشاركة بالمشروع بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والاستعداد الدائم للتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم. وتضمنت المرحلة دفع الانساق المدرع لتطوير الهجوم واختراق الدفاعات والاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية واستكمال تنفيذ المهام القتالية والنيرانية للوصول إلى خط حيوي وتأمينه واستكمال تنفيذ باقي المهام. وقد أظهر مشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها. واستمرارا للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أعلن البنك المركزي المصري سداد ملياري دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدا التزام مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها. كما قام البنك المركزي بإبرام اتفاقية بيع جديدة مع الالتزام بإعادة الشراء مع نفس المجموعة الدولية بقيمة 3 مليارات و100 مليون دولار لمدة عام، فيما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 4 مليارات و300 مليون دولار، مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. حلوة المولد بالتقسيط، حيث بدأت وزارة التموين طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية النيل والأهرام بأسعار مخفضة
تتراوح بين 25 و30% مقارنة بنفس أسعار المنتجات بالأسواق الأخرى. كان الدكتور هشام فوزي رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى قد أشار إلى أن الشركة تسمح لشركات القطاعين العام والخاص شراء حلوى المولد لموظفيهم بالتقسيط لمدة 2 أو 3 شهور. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.